السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الانترنت فيه مواقع كتيرة بتسرق المعلومات أو بيبقى فيها فيروسات أو فيها حاجات مضرة، فلازم تأمن نفسك، لازم يبقى فيه درع مسطبة. تمام، طيب خلينا نشوف كده مع بعض دي أفضل أدوات تقدر تضيفها للمتصفح بتاعك. هي هنا مخصصين جوجل كروم، لكن هتلاقي نفس الحاجات ديت موجودة في الفايرفوكس وفي الإيدج باقي المتصفحات، لأن اللي بيعمل أداة بيحاول إن هو يوصل لأكبر شريحة من الناس. عندنا مثلا أد بلوك بلس، أنا مسطبه اهوت. تمام، ده بيوقف لي الإعلانات، ويوقف لي إن الصفحة تبدأ تطلع من غير ما أنت تكون دايس عليها، فدي أداة مفيدة جدا. في أفيست، ده طبعا أنت فيروس مشهور، وحاطط أداة لي بحيث إنها توقف الفيروسات أو توقف أي حاجة تكون مضرة للجهاز بتاعك. في كريمنال اي بي برضو من الادوات القوية طبعا، يعني ممكن ده الافيست يغني مثلا عن الكريمنال اي بي، او الكريمنال اي بي يغني عن الافيست، لكن ما يغنيش طبعا عن اد بلوك، يعني ده بيقوم حاجة وده بيقوم حاجة تانية. يعني كريمنال اي بي من الادوات القوية برضو اللي ينبهك ان الموقع ده فيه مشبوه او ممكن يكون بيسرق المعلومات بتاعتك. في لاست باس بيعمل لك باسورد يكون قوي ويحمي لك الباسورد بتاعك الحسابات بتاعتك. كليك اند كلين، لو اكتر من حد بيستخدم الجهاز بيبدأ ان هو يمسح المعلومات كلها، بحيث ان انت تبقى داخل على نظافة وغيرك برضو ما يطلعش على المعلومات بتاعتك، فدي اداة قوية. ودي برضو اداة بتحميك HTTPS، بتخلي الاتصال يكون متشفر، ما فيش حد يقدر ان هو يستولي على المعلومات. هنا برايفسي بادجر بيبدأ ان هو يعمل بلوك اوتوماتيك للتراكر او اي موقع بيحاول ان هو يسرق المعلومات، ممكن يكون ثيرد بارتي، يعني موقع بيحاول يتجسس على بقية المواقع او اداة سرية بتبدأ ان هي تتجسس على بقية المعلومات اللي عندك. هوت سبوت ده عبارة عن في ان متشفر بحيث ان محدش يقدر يخترق الخصوصية بتاعتك. بعد كده بانيك بوتوم، ده عامل زي كليك اند كلين اكستنشن اللي احنا اتكلمنا عليه، بيحمي الاكتيفيتي بتاعتك من الناس انها تقعد تعرف الاسرار بتاعتك. هنا ده اديت ذس كوكيز، بحيث ان انت تبقى عارف ايه الكوكيز او الملفات اللي الموقع بيحطها عندك، وتقدر ان انت تحذفها لو انت عايز. واخيرا دوت ده بيحميك من الميل كوست سوفت وير، وانا اكتشفت ان اغلب المواقع اللي هي مثلا بتعرض افلام او مسلسلات او كده بيكون فيها ملفات زي كده كتيره جدا، فمن الافضل ان انت تسطب اي حاجه للحمايه من الملفات ديت، لانها بتتقل الجهاز وبتخترق الخصوصيه بتاعتك وممكن يكون فيها فيروسات. فدي ادوات مهمه جدا ان انت تحمي نفسك، لان ممكن بعد كده تلاقي في الشغل بتاعك كله متشفر وانت مش قادر تتعامل معاه، فالحمايه خير من العلاج.